C'est bon, en même temps. شازي بسم الله بسم الله مو جاهز مو جاهز سنت الدري كاميرا سنت التليفون شو زيك اكوان ما لازم خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نذكر ونقول لكم عن الجو الواقع على المستوى الوطني في ياسم الاحتقان وياسم الغضب وياسم اليأس وياسم الإحباط من هذه الانتخابات. وانتم تعرفوا اليأس الإحباط الاحتقان وانسداد الأفق السياسي، تعرفوا اللي عدت اللي ولت الديمقراطية المعدلة وآلياتها وشفافيتها وقوانينها وتناوب على المناصب الانتخابية معدليات يمتص الاحتقان ويدير الناس في أريحية هي تستمر الحياة السياسية بظروف آمنة ونشوفوا على الخرق اللي خلي دار هاي القاعدة الأساسية في الديمقراطية لم يسبق له مثيل ويشبه بكثير ظروف عدل فيها معاوية أحمد الطائي الانتخابات الرئاسية 2003 اللي طبيعي اللي عنه ثلاث أصوات والله خمسة والله ستة قسمهم بين مسعود أحمد الدجاج اللي هم المعارضين القويين واسي هو عنه واسي تجمعه عندي سعاية مهمة واسي عنه كاتلهم بيها يقف الرجلين حياة سياسية حياة مريرة مديدة واحد منهم كان هو الأقوى في الانتخابات الرئاسية 2007 ولا قد ينكسر
مو بياس من اللحمية والتجاوزات واستخدام دولة رموزة مواردة والأخر منهم قبل ذلك شيرين عاد رئيس البرلمان الموريتاني وطع لي سنين وطياسر يتصدر المشهد السياسي الموريتاني. أنا عن هاي المحاولات محاولات بدائية محاولات ما لها وقت ولا زمنها مكشوفة والأول والثانية من حسيت عن العقل المدبر للحكم الحالي عن ذوة خمامه والوسانة أنت مسميه الحكامة عندهم الحكامة البدوية الحكامة المتخلية هي آلية تستخدم آلية تضر النظام أكثر من تنفع وارك كيف شيء اللائحة الوطنية اللوائح الوطنية كيف شيء لائحة النساء واللائحة المختلطة كيف شيء نظام ليك بضبينه 10 ولا 12 نهاية مين قال عن النسبية؟ هذا ما هو اللي ما تقولوا ديمقراطية نسبية ولا هو اللي يقولوا القانون السياسي العلوم السياسية العلوم الدستورية هو اللي يقولوا نسبية هذا باطن كذا في الحكم البدوي الجسم تبصون ذا شوي يحلوا عينين تلعبوا على كل حال نحن بقى من الزمن من الساعة اللي خسر والقزوان التهديدة وخسر الحوار من الزمن قبل منه عرفنا عنه ما هو لي عدل شي متقدم ولو لي عدل شي صالح للشعب لا بالوطن غير بعد كنا واسع عنه بعد لي عدل شي صالح براسه راسه بعد عدل شي صالح واللي صالح براسه عنه بعد ما عزيز عليهم كي يقوم السابقين والتالي من ولد عبد العزيز كرو اللي كان بعد زمنه هم نظام وهم شي منظم وهم شي ممدي إخراجه سائر إخراجه يحسن عليه القنبلة غير هذا ذاك فوضى العارمة وانتهاكات الصارخة يعني راجع لها ذاك مليان ذاك يعني يتكلم عليه اخبار الانتخابات قبل تقول عنه جو الاحتقار خطير انتخابات نتكلم عنها نتائجها قراءتنا لهم مواقفنا فيهم نتكلم عنها لا مؤتمر صاحبنا يفوت يكتمل العد اللي معدل لها سنه وراه عد بعد بلغ زادوا لا الفوضى لا حفي ولا اشكال باللي خالق واحد مترشح قط عرض عليه واحد من الناس اللي فات سامي قال عنه واحد هم اللي بيشتغلوا في سامي عرض عليه عنه قد يتعامل له مع نتائجه لين ينفخهم له وقالوا له انا لا لي نجح انا لي نجح وهذا قال لي نجح قال منين تواصل العد وشاف عن النجاح قد ما يخرج عاد يبغي يتصل بي وجبار رقاش عرض عليه رقاش تلفن له عبد السامي وقال له انا الصديق قلت له انهارت راك لا بعد تأخر لا نشوف إذا بعد تأخر برا كان قال لي ساعة كنت قد عدل فيها لزين حيلة البعض يعطيكم صورة عن الله يطلع بقول شوي خلني شوي هذا عملي من كفة ناس لما تقلت متربينا على كل حال احنا بانا موقف ما نلعب ما شفنا ذاك فيراج اللي قالوا هما عدل عني انا والقزواني القزواني ما عدل عني فيراج عدلوا عن الديمقراطية والشفافية عدلوا عن التهدئة والله عدل له والله عدل به اللي انا القزواني ما قد جيت وطارح له شيء شخصي لا عندي شيء القزواني بيني معاه اخبار الدولة اخبار النظام واركبع نهينا ديك الساعه
شركائنا في القطب الاساسيين اللي هما حزب الصواب ونهينا المعارضه الاخرى عنها. ذاك الحوار البديل عن الحوار الشفاف، الحوار الموسع، الحوار اللي ما فيه تابو ولا فيه اقصاء، قلنا عن ما عنه بديل. ذاك البديل عنه لا حوار مبتور ولا فيه نتيجه ولا سمعونا يا غير بيان بذوه اللي عدلوا اللي شفتوه مسرون هارود يامس طلعوا النامس زاد المعارضة كام شاركت الحوار وزارة الداخلية بيان في اسم الإحباط يلقى عم تمسكوا بالديمقراطية من البداية بصفة إيجابية وقرروا المشاركة في الانتخابات ورا مشاركتهم حوار وزارة الداخلية غير شافوا عدم تنفيذ تحضير مو خالي والإجراءات التحضيرية ما خلقت وعن للانتخابات ووزارة الداخلية ما 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 تذلت ولا وفات بالتعهدات اللي قبلت ونين تملصت منهم تملصت اللجنة ذات المستقلة وقال أنا مستقلة هي لجنتهم بقى مضاع فيه غير هذا ما أنا قايلين وعتابا للمعارضة غير شاكل أنها رجعت للصواب وطالبت المعارضة بالتوافق لموعد دعوة الناخبين ذات ما قبلوا النظام وتم تحديد الموعد بصفة أحادية كيف قالوا كان الدليل عن أهم حوار وأهم تواف شيء وشنو وطالبت المعارضة اعتماد جهاز تحديد الهوية وذاك ما نقبل والبصمة داخل المكاتب التصويت ذاك ما نقبل وما آليات شفافية وإني ما أخذ ما هم آليات شفافية لما دمي معدلتهم ما هم آليات شفافية ودولة تقول عنها ما عندها سوقهم وهي تعرف البذل والتبذير والبخ اللي هي وهذه الأمور رفض اللجنة التشاور مع الأحزاب أحزاب المعارضة في تشكيل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ووزارة الداخلية عدد التصويت عدة مكاتب عينت لهم الناس وعينت لهم الممل وقالت عنهم وحدهم واللي خرجوا بطاقة حد الهوية وعادوا واحدين منهم يجي مبارك عنده كاردان ديت مومودو يا غير مومودو هو في اللائحة ويقراهم اسم مومودو الممثلين اللي حداه يقول لهم ايوه خطوا على ديروا صليب التعصيب وعود هو مومودو جاي ما جاي وذو مبارك وجهه ما جاي مومود زقت بين الناس بليدات الناس الاخرى اللي حولوا قصرا اللي يعدل احصاء جديد من اجل كسر ديناميكيه المعارضه اللي بدات تشكلت في دوائر انتخابيه معينه واسعا هذيك بدو يقزموا به احزاب ولا تيارات ولا شخصيات كامل احنا شفناه كامل جملة من المآخذ اللي عند حزاب المعارضة الصلي شاكين تبع الوزارة الداخلية لمتينا وقالوا عنهم طالبين إلغاء الانتخابات والغالب عندي أنا قال عن إلغاء نواف شوط وبوتيرين شنو ذنب نواف شوط وبوتيرين ما ذنب الدشرتين الناس الأخرى ما يلغوا الانتخابات وين يعود قاع صالح كامل يكون واقف بوتيميت لا يخلينا لا يقرا لا ايش المهم ما هي الله تعود مدة تجيب اربع ايات تلب المحمر نحن هذا الوارد واضح الناس ذيك اللي دايقة في المجد انا جاني راجلهم جاي من بوغي بويت طاهر عندهم قال لي انا ما عزفت الا 10 مرات بالله الذي لا اله الا هو اللي قالها لي هون راجل قال لي انا ما عزفت الا 10 مرات هذه الوضعيه وضعيه خطيره
نحن واسين يعني هذا الرئيس انتبه لي كبير واعي تعني هو تعني حكم حد اللي يزرب على حكم الله بالنوع من الانتخابات بالنوع من القراءات يا الله يرد شوي عند النار على الدرج والناس اللي قطوا زربوا بشي ذكي وذا لحد مزرب بتوش ايش باش يزرب بيه الى الاحكام وخاتمة الاحكام وخاتمة الرؤساء هو احترام اللعبة الديمقراطية والقوانين والقسط في انتهاك القانون هذا مقتصد في انتهاك القانون في انتهاك الدستور وخاصة حد يقول مختصر في استفزاز الشعب استفزاز البشر أم كركب الراس ياسر من استفزازه حد يتكي على كفار ويستفزهم هذا مو معجب هون ياسر من الناس هذا معاوية منين عدى ليك المنزل التالي في المثلات تشد ضده السلاح والسلاح ما انطرح ينطح والقزوان شنو بيكرر تجربة معه وظلوا معاه يلعبوا يبقوه وتلاميذ يبقوه عن عمار وتسلهم بيكرروا له نفس المنزل اللي لا تبقي ولا ترى الناس عندهم الحق الناس مو كان كبيرة دي الوضعية الناس عندهم الحق تفيد السلاح ضد الحكم العدل عندها الحق تفيد السلاح الناس ما كيف بيرام كام وليك الإراكام وليك الراكام ضرب حرمين عليهم فلوس السلاح حرمين عليهم العنف لروسهم حرمين على روسهم العنف يا غير هذا الوضع هذا الوضع كان إذا قالوا في حساب الأولى هذه وضعية خطيرة جدا وأنا وجه نداء للعقلاء كاملين وجه نداء عنهم يتكلموا مع الرئيس وما ذو كل يجبروا ويتحركوا الأحزاب كانت تتحرك بجدية سمعت عن الغزواني من نادي حزاب المعارضة اللي تكلموا هذا ما كانوا جبروا ما جبروا ما تجبروا قبل لا جبروا لا يدقوا ذيك الدقة ذيك دقة الرقال يحسوا من هذه المرة الأمر جلل إلى انتخابات ما انتخابات إلى انتخابات انتخابات مهزلة بدائية من العقول البدائية هي مدبرة عقول بدائية على كل حال أنا قانون عبد العزيز بعد يعطي للناس تجبر ذاك تجبر في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية ولو حد في الحبس خليه يجبر ذاك يجبر كيف يعني غير الناس إذا ينص حد يضيق عليه كيف الرئاسيات يقبض الدبابة ويقبض الصلب العضلي غير ما تدقع لا ما عندك راه ضيفه ما تدقع شي خليك تعدل وقاعد تزوير اخذ من الضعف اخذ هي هاتم الضعف هي ياسر من لا هي مدى حاصلة وتو عند الله التزوير التزوير ملي ما مقطع عليه لين توقف هون تكلم بالفرنسية هون لبيري فرانكوفون دي ما فرانكوفون